شيخنا النقطة الأخيرة بارك الله فيك، أن صراحة يعني ضمت هذه المسودة عدة تناقضات ومخالفات كثيرة جدا، بل مصطلحات يا شيخنا يعني لم تعرف. من هذه المصطلحات وردت بعض الألفاظ في المسودة ليس لها ضوابط، أي يستطيع كل واحد أن يؤولها كيف يشاء، مثل لفظ الإرهاب مثلا، فكيف تضبط هذه الألفاظ؟ وإذا أخذنا لفظ الإرهاب ما تعريفه عند العرب وما تعريفه أو عند الغرب ما تعريفه عندنا نحن، بل يا شيخ ممكن هذا اللفظ يدخل فيه كل من قام في الثورة في 17 فبراير. بارك الله فيك شيخنا. هذا اللفظ قبل أن يعرف ويحدد لا يحل لأي مسلم أن يوقع عليه، هذا حرام وإثم، لأن قل أنت تريدني أن أكافئ الإرهاب عرفني الإرهاب، ما يفعله خليفة حفتر الآن إرهاب، وافقني إذا نضع تعريف يشمل ما يفعله الدواعش في الآن درنا تطهرت منهم، ما يفعله الدواعش في سرت وإلا في بنغازي وإلا في جهة، ما يهمنا نحن لا نقول يوجد هنا ولا يوجد ذاك، لأن أنا ما عنديش لسه الجهة المخولة بتحديد أماكنهم ولا وجودهم، لكن أنا أقول هذا التنظيم لا يمت الإسلام بصلة، وهذا قلناه مرارا وتكرارا ولا ندافع عنه، ويجب أن نخلص البلاد منه، لأن هؤلاء خوارج خارجين على الدين وخارجين على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفعون شعار الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا ندافع عنهم، لكن لا نقول أن الإرهاب هؤلاء فقط ولا فلان ولا علان، نقول عرفوا لنا الإرهاب، إذا وضعتم له تعريفا شرعيا ممن يجوز أن يقتل ويقام عليه الحد والقصاص، عند ذلك وقعوا عليه. أما إذا كان تطلق كلمة الإرهاب بعد ذلك نبقى وإن نختلف نرجع إلى لجنة مشكلة من البعثة الدولية هي لتفسر لنا، الأمم المتحدة لتفسر من هو الإرهابي، فتبقى ذلك نقع في ما لم نقع عليه حتى في وقت القذافي. هل الإرهابي من يعمل لحية؟ هل الإرهابي من يصلي في الجماعة؟ هل الإرهابي من يقول نريد تحكيم شرع الله؟ هل الإرهابي طيب الآن اللي يفعله خليفة حفتر الآن؟ أنا أعطيكم دليل قاطع واضح مثل الشمس أن الغرب ليس له نية حقيقية في محاربة الإرهاب، بل أراه أنه أتهم أنه يرعى الإرهاب الآن في ليبيا، في ليبيا بالذات. أعطيك مثالا، درنا كانت مستولة عليها من قبل الدواعش، صحيح، قام الثوار الأبطال بارك الله فيهم وكادوا أن ينظفوها من هؤلاء الجماعة، والتجت هذه الجماعة إلى منطقة اسمها الفتايح في درنا، نعم، واستمر الآن القتال معهم والمواشات أكثر من شهرين، يعني متكافئة ما استطاعوا أن يقضوا عليهم. لما جاهم دعم الآن من كتيبة علي الجابر رحمة الله عليه في البيضة برئاسة العقيد محمد براسي تقريبا، عقيد محمد غوفر وكذا، نعم البراسي، نعم، لما بعث لهم مدد من البيضة لثوار درنا من أجل يتغلبوا على الدواعش الموجودين في الفتايح، ماذا فعل خليفة حفتر؟ خليفة حفتر أرسل عليهم جيشا من شحاته من مرج يحاصر كتيبة علي الجابر رحمة الله عليه. لماذا؟ ما ذنبها؟ لأنها أعطت عونا لثوار درنا ليقضوا على الدواعش. إذن خليفة حفتر يقاتل في صف من يا ناس؟ الدواعش، يقاتل في صف الدواعش، أكيد. طيب من يحمي خليفة حفتر إلى حد الآن؟ الدواعش، المجتمع الدولي، المجتمع الدولي يقول لا أعترف إلا ببرلمان طبرق وقياداته وجيشه ويسميه الجيش الوطني، فالمجتمع الدولي يدعم الآن الجيش الوطني اللي زعم خليفة حفتر اللي يدمر في بنغازي لمدة سنة ونصف إلى الآن، وبالأمس أرفع يعني أرسل جيشا ليقاتل العقيد محمد ويفر وكتيبة الجابر يحاصرها، ما ذنبها؟ لأنها تريد أن تساعد على تخلص درنا من الدواعش. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالموضوع أوضح من الشمس، نعم. المجتمع الدولي لا يحارب الإرهاب في ليبيا، نعم. وإنما يساند ويدعم من
يقتل الوطنيين باسم الإرهاب. نرجع إلى النقطة هذه. نعم. عندما نترك هذه الكلمة عائمة، لجنة الحوار أقول لهم عندما توقعون على هذه الكلمة وهي عائمة، معناها كل من يقتله خليفة حفتر وهو ليس في ذاته، بل هو نظام تسلمون السلطات إليه، كل من يفعله هو والأمن الداخلي ومن تسلمونه السلطة، ويقتل الناس باسم الإرهاب، يقتل الأبرياء وحفاظ القرآن والعلماء والأئمة في محاربهم، كل من يقتل تحت هذا الاسم اللي هو عائم وغير محدد هو في رقابكم، أقول لهم أنتم مسؤولون عنه.